أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 4 من مارس الجاري بمشاركة معظم البرلمانات العربية، أكدت على أن أعضاء الوفد سيكون لهم حضور ومشاركة إيجابية في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، إضافة إلى المشاركة في لجان الاتحاد البرلماني العربي الدائمة التي ستناقش ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي ومكافحة الإرهاب وقانون المرأة والطفل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان سعادة السيد عبد الله الدوسري عضو مجلس الشورى. السيد عبد الله، بعد التحية، هل لنا أن نتعرف على أهمية مشاركة السلطة التشريعية في مملكة البحرين ممثلة في الشعبة البرلمانية في أعمال هذا المؤتمر؟ مساء الخير، أهلا وسهلا. سلمك الله، تأتي مشاركة السلطة التشريعية في مملكة البحرين في هذا المؤتمر انطلاقا من أهمية هذه اللقاءات وتفعيلا للدبلوماسية البرلمانية التي توليها مملكة البحرين عبر سلطته التشريعية، اهتماما كبيرا لما لهذه اللقاءات من ترسيخ وتنمية للتعاون في مختلف المجالات بين الدول الشقيقة والصديقة. طبعا يأتي هذا المؤتمر الذي يعقد هذا العام في دورته 29 تحت مسمى أو تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ومشاركة الشعب البرلمانية في مملكة البحرين بهذا الوفد الكبير، هو دليل على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية لكونها قضية العرب الأولى، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما يواجهه من ممارسات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل خروجا على كل الأعراف والتقاليد والأديان، بما يقتضي مع التعاضد والتعاون العربي لإيقاف هذا التصعيد الخطير في الأراضي العربية المحتلة. نحن نؤكد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهذا هو الموقف الثابت لمملكة البحرين الأخوي والديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار أن السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في 4 يونيو عام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما أكدته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية. نعم، من عمان سعادة السيد عبد الله الدوسري عضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.